نستمع إلى كلمة تقديرية من معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فليتفضل فضيلته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فيسرني أن أرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية وبحضراتكم جميعا، وأن أتوجه لفضيلته بكل الشكر والتقدير على تفضله بأن تكون نقطة البداية والانطلاق مع فضيلته. واختيارنا يعني لفضيلة المفتي تأكيد على حرصنا على المستوى الذي تكون عليه هذه الدورات، وخاصة أنها توجه إلى علماء أو طلاب علم متميزين، إضافة إلى أننا اخترنا موضوعا شائكا شديد الحساسية من وجهة نظر كثيرين ربما يتفادون الحديث فيه، لكننا أيضا اخترنا بتنسيق مع فضيلة المفتي هذا الموضوع للتأكيد على أننا إنما سنناقش كل القضايا الشرعية بلا خوف أو وجل أو توجس أو تردد، وهدفنا وبغيتنا هي الوصول إلى الحق. والمحاضرة ستدور حول واقع تطبيق الشريعة الإسلامية، ومن أفضل من فضيلة المفتي المسؤول أمام الله عز وجل والمسؤول أيضا قانونا عن هذا جانب الإفتاء أن يقدم هذا الواقع. والحقيقة شرفت وسعدت وسمعت جزءا من هذه المحاضرة من قبل، ونحن على يقين ويجب أن تكونوا على ثقة أننا جميعا لا نقول ولا نفعل إلا ما نعتقد أنه يرضي الله عز وجل. ثم أنتقل إلى الشق الثاني. الحقيقة سعادتي أيضا بالغة بأمور كثيرة، منها أن وصلنا إلى هذا المستوى من التميز والتدريب، وكنت أتحدث مع فضيلة المفتي عن الآلية التي تم بها انتقاء هذه المجموعة المحترمة من شباب العلماء وما مروا به من تجارب أو خبرات أو اختبارات. والحقيقة أنا السعادة تزداد الآن بأن هذه كثير من الشباب الموجودين أمامنا لهم يعني دعوتهم ولهم جمهورهم ولهم وسائلهم الإعلامية التي ينطلقون منها، فأن يعودوا مرة أخرى إلى حلقة العلم فهذا يعني درس في حد ذاته، فالعلم من المهدي إلى اللحم والمحبرة إلى المقبرة، ونوجه بهم أنموذجا لباقي زملائهم، ليس عيبا أن تتعلم بل العيب ألا تتعلم أو أن تتكبر على العلم. وقد قالوا تعلمت من زملائي ما لم أتعلم من أساتذتي، وتعلمت من تلاميذي ما لم أتعلم من زملائي. وسترون أن هذه الحلقات العلمية ستكون حلقات نقاشية شديدة الفائدة، وكلما ازداد الإنسان علما ازداد إحساسا بحاجته إلى مزيد من العلم. والحقيقة يعني أنا بعيد كلمة، وأنا سأجتهد أن يكون حديثي تقديميا قصيرا، لأن الحقيقة أريد أن تكون المساحة واسعة أمام مولانا فضيلة المفتي الحقيقة، ويعني سيكون أمامه قرابة ساعتين وله أن يزيد إلى 9:30 إن أراد بإذن الله تعالى، إننا متأكد أنتم ربما تتمنون ألا تنتهي المحاضرة، بل ربما يعني طلبتم من فضيلة المفتي
يعني لقاء آخر، وهذا يسعدني ويشرفني إن شاء الله. الحقيقة قلت في مراحل سابقة وما زلت عند رأيي أن ما نقوم به من عمليات تدريب أو حتى تقييم، ومن مقاييس صارمة في اختيار الأئمة الجدد إنما تهدف إلى رفعة شأن الإمام في كل الجوانب العلمية ويتبعها أيضا المادية والمجتمعية أيضا. وقلت نتمنى أن يأتي اليوم، ولن يكون بعيدا إن شاء الله، أن تكون وظيفة الإمام وعمل الإمام حلما تتمناه الأسرة لأبنائها، كما تتمنى أن يكون ابنها قاضيا أو ضابطا أو طبيبا أو مهندسا، إن لم تكن يعني أمنية الإمام أعز، لأنها أيضا فيها جانب من فضل الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأنا أظن أن هذا التجمع الذي يجتمع الآن هذه النخبة شديدة التميز من الشباب نقطة البداية، ولو صارت هذه الدورات التراكمية التي حددناها ب 800 ساعة تدريبية، لن نشرح تفاصيلها الآن حفاظا على وقت المحاضرة، وإنما نتحدث عنها في حديث الثلاثاء إن شاء الله معكم، لو صارت ستكون نقطة البداية بأن زمالة الأوقاف المصرية ستكون شيئا عزيزا وأملا كبيرا لنظرائكم في العالم كله، وآمل أيضا من جهتكم ألا تخذلوننا وألا تأخذوا الدورة على أنها مجرد حضور، وإنما عليكم أن تأخذوها على أنها فرصة لإعادة التكوين العلمي، لننتقل كما قلت بحالات التميز الفردي إلى تميز جماعي، وحالات الاستنارة الفردية إلى حالات استنارة جماعية عامة، بما يعود بالخير والنفع على الوطن، ويؤدي إلى إبراز الوجه الحقيقي السمح لحضارة الإسلام، ونستطيع معا أن نستعيد وأن نسترد الخطاب الديني من خاطفيه والدخلاء عليه. وأنتقل إلى النقطة الأخيرة التي لا يمكن أن أتجاوزها في مثل هذا اللقاء وأختم بها. دائما نحن في أمورنا ننشد الوسطية في كل شيء، قولا وعملا وحكمة وسلوكا. الوسطية ليست مجرد قول يقال أو مجرد عبارة تلقى، فأنا أكدت ويشرفني أن يكون ذلك في وجود فضيلة المفتي، وأن يصوب لي إن خرجت عما يجب أن يكون على الطريق الوسطي، وقد نتفق. خد بالك لابد أن نترك مساحة في هذه المحاضرات ليست تلقينية، وإنما فيها جزء كبير نقاشي، ويجب أن نسمع الرأي والرأي الآخر، وألا نضيق على الناس. وكان سيدنا عمر بن عبد العزيز يقول: ما أحببت أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنهم لو حملوا الناس على رأي واحد لكان على الناس مشقة. في الوقت الذي نؤكد على تخليص الدعوة من الدخلاء وغير المتخصصين وغير المؤهلين، فإننا بهذا التدريب نرقى بالمؤهلين إلى الدرجة التي نريد، وأيضا نريد وسطية لا إفراط فيها ولا تفريط. ففي الوقت الذي نقول يجب أن تغل يد غير أن تغل يد غير المتخصصين عن الدعوة والفتوى، أيضا يجب وبنفس القدر ألا نضيق على المتخصصين وألا نقصي منهم أحدا. والأصل في العالم الأزهري أنه مؤهل، وليس معنى أنه مؤهل أنه سيفتي في كل شيء. فأنا مع فضيلة المفتي في أن هناك بعض الفتاوى تحتاج إلى مؤهلات خاصة، وتحتاج إلى ضربة طويلة، بل تحتاج إلى فتوى مؤسسية
يتوقف فيها الشخص مهما كان قدره من العلم. فعندما يتحدث الإنسان لا يطلق له العنان، ولكن في نفس الوقت لا تغلق عليه كل الأمور. على سبيل المثال، على حد أدنى مولانا لدينا على الأقل 1000 مسجد جامع تحتاج إلى 1000 إمام مدرب على الإفتاء، قاض على الفتوى في احتياجات الناس اليومية. وقد نسقت مع فضيلتكم وشرفتمونا بعقد بعض الدورات للسادة الأئمة، وهذه المجموعة ستخصصون لها 50 ساعة تدريبية على فنون الإفتاء تتولاها دار الإفتاء المصرية. فليس من الحكمة ولا من العقل ولا من المنطق أن أسمح للإمام أن يفتي في 1000 الناس، وبعض المساجد لها جماهير بالآلاف، ثم أحجبه خوفا عليه. هذا الخوف له علاجه. اقترحت وما زلت أقترح أن تكون بس إذا ما استثنينا القامات الكبيرة كفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وفضيلة المفتي الأستاذ الدكتور شوقي علام، ومن تبوأوا منصة الإفتاء، اقترحت أن تكون فتاوى برامج الفتاوى مسجلة تفاديا للسقطات والزلات. وعشنا سنوات طويلة عبر البرامج الإعلامية وإذاعة القرآن كان المفتي يتلقى الأسئلة مسبقا ليعدها إعدادا علميا مؤصلا بالدليل، ثم يأتي ولا حاجة في ذلك. فإن كان المستفتي متعجلا أو مستعجلا فدار الإفتاء ولجنة الفتوى بالأزهر تفتح أبوابها يوميا. أما القضايا العامة عبر وسائل الإعلام فتحتمل التأخير لليوم التالي أو ليوم أو يومين، ويمكن لمقدم البرامج أن يتلقى الأسئلة في نهاية الحلقة ثم يحيلها إلى المستفتى ليجيب عنها تفاديا للسقطات والزلات. ولكن الأصل إذا كان في الإسلام، الأصل في الأشياء الإباحة والاستثناء هو التحريم. ففي العمل الدنيوي الأصل فيه الإتاحة والمنع هو الاستثناء. الأصل الإتاحة والاستثناء هو المنع. وأقولها بوضوح، لو لم يكن المنع مبررا فنحن لا نضمن كل النفوس البشرية. يمكن أن أجد أن زميل لي له تقدما وكذا، نحن نريد أن نتعامل بمقاييس علمية موضوعية ومنطقية. إذا كان عندي إمام متميز وأتمنت أن يكون من الأئمة المتميزين وفي المساجد الكبرى وأتمنت على عقول الناس، فليس من الإنصاف أن أمنعه من الإعلام. وأنا أعلنت أن جميع الأئمة الذين يعملون في وسائل الإعلام وسبق لهم التجربة سنعقد لهم اجتماعا ولن نمنع واحدا منهم، وسنسمح لهم جميعا بالعمل بالإعلام. فمن أخطأ حوسب على خطئه وحوسب ومنع منعا مسببا. وقبل أن أمنع أي إمام يجب أن يمر بتحقيق وأن أناقشه. وإذا كنت أنا أخشى عليه والإعلام ضابط وحاكم، فمن الأولى أن يمنع عن الناس أولا. لكن ما دمت قد ائتمنته على عقول الناس فمن الأولى ألا أضيق عليه، وأيضا ألا يتجاوز هو حدود علمه. فإن سئل فيبتعد عن القضايا العامة التي تحتاج إلى قضايا مؤسسية. وأنا شخصيا لا أحب التعرض لبرامج الإفتاء المباشرة على الإطلاق، لأنها مظنة للزلل ما لم يكن الإنسان شديد التمرس. وقلت وأؤكد للمرة 100، أساتذة الجامعة الأزهر، ليس من الحكمة أن يكون لدي أستاذ متخصص في الفقه وعمله الفقه وأأتمنه على أن يدرس الفقه للطلاب وأصول الفتوى للطلاب ثم أمنعه من الفتوى. لو كنت أنا لا أأتمنه على الفتوى، ففي هذا الحال كيف أأتمنه على تعليم أو أن يخرج طالب تلميذ وأستاذه وأستاذ أستاذه غير متضمنين في القوائم؟ كل أساتذة الشريعة وأساتذة الفقه، صحيح إحنا بننصح نفسي أولا، وأنا أظن أن أحدا منكم ربما لم يرني مرة على برامج الإفتاء، لأننا وكثير من المسائل كنت أسأل فيها وأقول أرجعوا إلى فضيلة المفتي. وعلى البرامج العامة لم أستحي أبدا أن أقول هذه المسألة أنا شخصيا سنعود فيها إلى فضيلة المفتي.
في أكثر من برنامج متلفز وأكثر من مداخلة يسألني المذيع أقول هذا اختصاص دار الإفتاء المصرية، هذا اختصاص هيئة كبار العلماء، سنعود في هذه إلى فضيلة المفتي. فإن كان يسألني في مسألة سهلة وأنا متثبت منها وأنا على يقين منها فإنني أجيب في قدر علمي، ويجب أن نسمع الرأي والرأي الآخر وألا نحمل الناس على رأي واحد، وأن يكون الأصل لجميع أساتذة الأزهر وجميع الدعاة المتميزين الأصل هو الإتاحة، وإذا كان هناك جهة لديها تحفظ على بعض الناس فتقدم المنع مبررا بأسبابه. أنا يمكن أن أقدم مثل عندي بعض إمام 2 3 5 أنا أخشى من تعرضهم للفتوى أو للإعلام، بس بشرط أن أكون أنا اتخذت الإجراء القانوني والتحقيق والمبرر وأخاطب الجهات بإني فلان هذا غير مؤهل للظهور في البرامج الإعلامية لأنه حصل منه كذا وكذا، ولأن حققنا معاه، ولأن ده بيكدر الفكر العام، ولأن ده بيثير البلبلة، وكذلك على الأساتذة، لأن من الصعب أنك تحصر كل أساتذة، بل بالعكس شرف للأزهر أن يكون كل أبنائه على قدر المسؤولية، وشرف للأوقاف أن يكون كل أبنائها على قدر المسؤولية. ولذا أنا أؤكد وما زلت أؤكد أن هذه القوائم استرشادية لا تعني منع أحد، والممنوع يخاطب يحاسب بمنعه. وحتى في القانون الذي شرفت أيضا بوجود فضيلة المفتي وتوافقنا عليه في اللجنة الدينية، قال إن الجهات الثلاثة على رأس الأزهر الشريف مشيخة الأزهر ودار الإفتاء المصرية والإدارة الفتوى بالأوقاف لكل جهة أن ترشح من أبنائها على أن تتحمل مسؤولية من ترشحه سواء للفتوى أو لوسائل الإعلام أو من تصرح له بالفتوى. الحقيقة أردنا أن نطمئنكم لأن الأمور يبدو أنها فهمت لدى البعض على غير ما هي عليه، وأحدثت حالة من القلق والاضطراب أكثر ما أحدثت من الارتياح أو عموم الفائدة. ففي الوقت الذي نمنع فيه غير المتخصصين وغير خريج الأزهر المتخصصين أو من يصرح له من يمكن لدار الإفتاء المصرية أن ترى في بعض أساتذة الشريعة من غير خريج الأزهر من تصرح له، وهذا حقها وتتحمل مسؤوليتها، لكن غير المتخصصين وغير المصرح لهم من غير خريج الأزهر وغير العاملين بالأزهر أو الأوقاف أو الإفتاء، كما أننا نغلق الباب أمام الدخلاء وغير المتخصصين، فليس من الحكمة أبدا أن نضيق على المتخصصين أو نكون هناك قوائم حاصرة ونفتح بابا طويلا من الجدل، كل إنسان يقول لماذا فلان، وندخل في مقارنات وموازنات. والحقيقة لأن بعض من غابوا عن القوائم الأولى كأعلام كبار، أستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر وهو من هو في مجال العلم والفتوى وعضو هيئة كبار العلماء، رئيس لجنة ترقية الأساتذة في مجال الفقه. ولذلك هذا يؤكد وما أكدنا عليه أن القوائم ليست حاصرة وإنما هي استرشادية، وكل الجهة تكون مسؤولة عما قدمت، لكن إذا قدمت أي وسيلة إعلامية أي عالم تتحمل مسؤوليتها ويتحمل العالم مسؤوليته، فمن كان على ثقة تقدم. وأنا أنصحكم مع ذلك ألا تتجرؤوا على الفتوى وأن تتجنبوا برامج الفتوى ما أمكن، وأن يكون دورنا كأوقاف في الوعظ العام ما أمكن، لكن إذا جاءك سؤال وأنت تتحدث في الوضع العام من المعاملات ومن القضايا الفقهية والعبادات أو الأسرة التي تمكنت أنت فيها فلا حاجة عليك ولا ضير، لكن تجنبوا الفتوى المباشرة حفاظا على السقطات والزلات. مرة أخرى يطيب لي أن أشكر فضيلة المفتي على سعة صدره وعلى ما يكرمنا به دائما من فضل وعلى تفضله بقبول الدعوة، ولحضراتكم بالانتظام الذي نجعله أنموذجا مؤملا كما قلت أن تكون أن الحقيقة أن من فات والسابقون السابقون. أنا متأكد أن من تراجع أو فاتته هذه الدورات سيخسر كثيرا من العلم، وسيأتي اليوم الذي لا أقول يندم وإنما يتمنى
أن لو كان قد التحق بهذه الضوءات لما فيها من فضل الله وما فيها من الالتقاء بالعلماء. أسأل الله لي ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.